والليلة مجتمعنا ده كله أغلبه بل أكاد أقول كل أسرة من أسرنا السودانية بتعاني من مرض من الأمراض دي، إما سحر ولا عين. كثير جدا من الدجالين باسم الولاية وباسم الصلاح ضيعوا كثير من الناس. يقول لك نحن عندنا خدام من الملائكة بتخدمنا، يا أخي ملك من الملائكة يجي يضر ده ويطلق مرداك كويس ويقتل ده، ده ملك؟ أنت بتغشوا على منه؟ شغل بتاع مجارمة. أغلب المشاكل التي تدور في الساحة اليوم من مشاكل دينية ومشاكل دنيوية سببها الحسد، والله الذي لا إله غيره. ناس الواحد ينصب لك العداء سنين ويروج فيك الأكاذيب والأقاويل وينطلق في البلاد يهجوك بشر ما عنده، السبب شنو؟ سبب إنه حسدك على النعمة اللي أداك لي الله، أنت تفوقت عليه وبس. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه الحالقة، لا أقول تحلق الرأس، مش بيحلق لك رأسك، قال تحلق الدين. عاملين فيها شيوخ بتاع الدين وفي النهاية هم سحرة وبيكتبوا في الحجبات وضروا المجتمع ده كله، كل المجتمع ده ضروا كويس. امشي اكتب السحر ويدفنوه. واحد كلمني من الطلبة معانا قال لي أنا ماشي بجنب المقابر، قال لي جيت نسوان بيدفنوا في المقبرة، خليتهم مشوا، جيت قال لي حفرت الحاجة بيدفنوا فيها، قال لي لقيت ضب الضب الواحد بتاعنا ده قافلينه في علبة، قافلينه قوي ودفنوه جوا كويس، ومشوا فاتوا، قال لي جيت فكيته غمران داري يموت خلاص، قام جرى فات حي. أنت عارف ده الساحر الدجال المجرم ده بيكون كاتب الزول ده إنه الشيطان يقول له أول ما الضب ده يموت تقتل للزول البغادي ذاك. سحر ضرر أذى في المجتمع كله توصوا فيها ديل عشان ما تتغشى. وانا بقول لك الكلام ده دي حقائق وحقائق مره جنبنا بجايه قريب ولا بعيد. النسوان واقفين له بالصف. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في أواخر صور القرآن سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وغب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة ومعها سورة الناس لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت رقية رقى بها جبريل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ترتيب هاتين السورتين بعد سورة الإخلاص سر عظيم من أسرار التنزيل، كما قال صاحب أضواء البيان، فإن الله تبارك وتعالى أوصى عباده بعد ما تكلم عن صفة الله سبحانه في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السورة دي صفة للمولى عز وجل بعد ما تكلم عن صفته وهو الواحد الصمد
أمر العباد أن يستعيذوا بهذا الواحد الصمد من شر ما خلق. فجاءت الصورة: قل أعوذ برب الفلق، والفلق الفجر الصبح، وقيل الفلق كل ما ينفلق، فالق الحب والنوى، الحبة تنفلق عن النوى، والرحم ينفلق عن الجنين، والليل ينفلق عن النهار، وهكذا. فالفلق كل ما ينفلق، وقيل الراجح هو الفجر، الإنسان يستعيذ برب الفجر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. كل ما خلق الله سبحانه وتعالى وفيه شر أنت بتستعيذ من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق الليل إذا وقب، إذا دخل. لذلك العلماء قالوا كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يحبس الصبيان عن اللعب في وقت بداية الليل، وقت المغرب. الصبيان ما يلعبوا وقت المغرب، ليه؟ لأنه وقت شرور ووقت انتشار للشياطين، تحبس أولادك ما يطلعوا في وقت زي ذاك. من شر غاسق إذا وقب، الليل عند دخوله، لأن الليل يستر الهوام والوحوش والشياطين والأنفس الشريرة، فتخرج بالليل فتسعى في الأرض الفساد. من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات تنفث في العقد، نفاثات السواحر. وذكرت النساء لأنه الأكثر في السحر والأكثر استعمالا للسحر، النفاثات في العقد. السحر مبني على عقد، الساحر بيربط عقد وبينفث عليها من السحر بتاعه، عشان كده قال ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. أي حاسد يحسدك في مالك، في صحتك، في دينك، في أبنائك، في علمك، يحسد في أي شيء. ومن شر حاسد إذا حسد. هذه الصورة نزلت بإجماع المفسرين لما سحر اليهود النبي عليه الصلاة والسلام، عشان أنت تعرف خطورة السحر. السحر أصاب حتى النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة كان لفترة من الزمن يخيل له أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، يأتي نساءه ولا يأتيهن. وانتبه، السحر لم يتدخل في شيء يخص الشريعة أبدا، عشان ما يجي لذهنك أنه قد يكون في شيء من الدين أتى من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما كان عليه من السحر، أبدا. إنما كان يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولا يأتيهن، كويس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بينما هو نائم قال أتاني آتيان، فجلس أحدهما عن رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما ما بال الرجل، ملائكة اثنين، ما بال الرجل؟ قال مطبوب. مطبوب يعني مسحور. والشيخ ابن عثيمين يقول سمي السحر طبا تفاؤلا، لأنه الطب معناه العلاج، فمن باب التفاؤل سمي السحر طبا. قال مطبوب، قال ومن طبه؟ من اللي عمل له السحر؟ قال لبيد ابن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة، بعض الأسنان بتاعت مشط النبي صلى الله عليه وسلم اللي بسرح به، وبعض من الشعر بتاعه، أخذهم غلام ووداهم لليهود وعملوا السحر للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى السحر ده شفي منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لحد ما جاء وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى بأبي وأمي، كان يقول إني لأجد أثر السحر الذي صنعته اليهود وأثر السم الذي وضعته اليهودية في خيبر. يعني السم اللي جعلوه في خيبر بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، والسحر الذي صنعه هذا اليهودي بقيت آثاره إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك رقاه جبريل عليه السلام
بهاتين الصورتين وبرقية دعاء جميل. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك، كلمات منتظمة جميلة، دعاء طيب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. شكد يا أخوان، الصورة دي رقية وتعوذ وحماية للإنسان وصيانة له. فكان الناس في الجاهلية قبل الإسلام عندما ينزل الرجل بواد من الأودية يستعيذ بالجن من الجن. لما ينزل واد يخاف من الجن يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، يعني بيستعيذ بالجن الكبير من السفهاء الصغار. شو كده رب؟ وده ما بينفع طبعا. شوف ده الجن، الشيطان ما بينفع معاه أصله كونك تخاف منه وتستعيذ به أو تشكره أو تقدم له شيء من القربان عشان ما يسألك، ده ما بينفع معه، بيزيدك زيادة. زي الناس اللي عندنا في مجتمعنا، الواحد يبني بيت جديد أو يشتري سيارة جديدة، طوالي يذبح ذبيحة، الذبيحة اللي بيذبحها يضع يده في الدم بتاعه ويلطخ على البيت ويلطخ على السيارة وعلى الدكان الجديد وكده. ده نوع من التقرب للجن، وده ما بيحميك من الجن. لذلك ذكر المبارك فوري الجد القديم في تهذيب تفسير ابن كثير في المقدمة، قال إن الشيطان يرى الإنسان والإنسان لا يراه، قال فيستعيذ من الشيطان بالله الذي يرى الشيطان ولا يراه الشيطان. وما عندك حل غير كده، الشيطان ده حلك معه واحد، تستعيذ بالله منه بس، لكن ما تقعد تشكر فيه بيتعاظم، ما تقعد تقدم له حاجة، لا كده تزيد زيادة. ربنا قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، لكن النتيجة شنو؟ فزادوهم رهقا، خوفوهم زيادة. تمشي على الشيطان وتستعين به يخوفك زيادة، فزادوهم رهقا. معنى ثاني قالوا زادوا الشيطان تعاظم وقوة، حس بأنه أنت لجأت له، معناه قوي وعظيم وهكذا. طيب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كلمة جميلة يا أخواننا، دي القاعدة عندنا في السنة. حديث خولة بنت حكيم، النبي عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا، أي منزل، دخلت مسجد، دخلت كافتيريا، نزلت دار جديدة، دخلت بيت ناس، سافرت بلد جديد، أي منزل أنت نزلته، من نزل منزلا فقال كلمة بسيطة ولا فيها تعقيد ولا فيها صعوبة صيانة وحماية لك، قال فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره شيء ولا أي حاجة، أي شيء معنوي ولا حسي لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. سبحان الله، أسى الناس كثير منهم لجهلهم بالدين بصراحة، وقعوا في أخطاء عظيمة في العقيدة بسبب إنه زول دار يحمي نفسه أو يحمي عياله من العين ولا من السحر، يجيب أوراق يلبسها لهم، وبعض الشباب يلبس كمون، قطعة بتاعت قماش يربطوا فيها كمون وحتى يقام علقوا في رقبته. طيب ده ليه؟ يقول لك ده حماية، ما بيحميك من أي حاجة، ما بيحميك، أوراق يلبسوها ما بتحميك، أوراق بيقولوها، أوراق كثيرة بتاع الصوفية يقول لك قول كده وقول كده، ما بتحميك من أي شيء. اللي بيحميك الشدة في السنة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أحفظه الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى ورحمه الله تعالى عفوا، يقول
من ذكر هذه الكلمات. قولها كثير، كثر ما تلقى فرصة، أنت في الطريق، راكب في المواصلات، في البيت، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب، هذه الصورة الإنسان بيستعيذ فيها من شرور كثيرة، من شر ما خلق، لكن ربنا سبحانه وتعالى خص من الشرور اثنين: السحر والعين. قال من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. السحر خطر يا أخواننا، لأن الساحر يتعامل مع الشياطين فيتسبب في ضرر الكثير من الناس. والليلة للأسف الشديد في مجتمعنا بقى كثير من الناس بيحسم كثير من النزاعات بيناتهم بالسحر. عنده مشكلة مع واحد في زواج، خطب له امرأة، يجي واحد تاني مغترب وعنده قروش خطب البيت. طبعا يا جماعة بدو الزول اللي عنده قروش، ما بيشتغلوا بك انت المفلس ده، ادو الزول اللي عنده قروش، اخونا المسكين ده طوالي بيجري للفقيه يقول لي اكتبوا لي ما يتزوجوا. انا شاهدت وحضرت مواقف والله عجيبة جدا. شاب يتزوج 15 يوم بعد زواجه ما قدر يصل زوجته، اليوم ال15 مات، سحر كتبوا له. كويس، اكثر ما يكون السحر في مسائل الزواج، عشان كده ربنا قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. السحر من اخطر الاشياء اليوم في المجتمع. الواحد لو عنده مشكلة معاك تنافس في تجارة، يمشي يعمل لك سحر يضرك ويضر جناك، من الخطورة بمكان. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب بالسحر مفترض نحن نخاف ونعمل حسابنا، والإنسان يحذر من فعل السحرة والساحر. اليوم زمان كان بيعملوا اليهود والكفار راسهم عديل بيعملوا السحر، الليلة ما في زول بيمشي ليه ولا للنصراني يعمل له سحر. طيب منو اللي بيعمل السحر اليوم؟ ده السؤال المهم عشان انت تعمل حسابك، لانه الليله اللي بيعمل السحر ما بقول لك انا ساحر ويكتب لك يافطه فوق تعالوا الى مكان السحر والسحر بكده، ما بقول لك انا ساحر ولا بقول لك انا بعمل سحر، بقول لك انا ولي صالح من اولياء الله الصالحين، وبتلقى عنده مسجد كبير وخلوه وبحفظ الناس القران، وهو ذاته حافظ القران. رايك شنو؟ هو ذاته بيكون حافظ القران ويعلم الناس القران لكن ساحر. ليه؟ اول ما تجيو اكتب لك ورقه فلان يتزوج، فلان ما يتزوج، فلان قروشه تزيد، ده ينقص، ده ساحر ودجال. ولو كتب على ولي صالح، ولو ما كتب في جبهته ولي صالح، لا صالح ولا ايش. وده الشغل الان شغالين به كثير جدا من الدجالين باسم الولاية وباسم الصلاح، ضيعوا كثير من الناس. يقول لك نحن عندنا خدام من الملائكة بتخدمنا، يا أخي ملك من الملائكة يجي يضر ده ويطلق مرداك كويس ها ويقتل ده، ده ملك؟ أنتوا بتغشوا على منه؟ شغل بتاع مجارمة. والليلة مجتمعنا ده كله أغلبه، بل أكاد أقول كل أسرة من أسرنا السودانية بتعاني من مرض من الأمراض دي، إما سحر ولا عين. ما أظن في بيت بينجو، زول يقول لك فلان ده اليوم ذاك غلبه النوم، وفلانة ديك ما قادرة تمشي تدرس، وفلان ذاك ما قادر يتزوج، وفلان ده ضاعت قروشه، وفلان جنة كله كله. في ناس بيركبوا القضيب يقعد يلقط في الأكياس، سببه شنو ده أنت قايل؟ سببه كله من الدجالين القاعدين في البلد دي. عشان كده الصحابة عمر بن الخطاب رسل رسالة للصحابة، شوف الموضوع ده في الشريعة محسوم ما فيه لعب. عمر بن الخطاب رسل رسالة للصحابة من حديث فضالة ابن بجالة ابن عجب، قال أرسل إلينا عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وجندب بن عبد الله قال حد الساحر ضربة بالسيف. عشان كده الشغل في السعودية هسه ده، عملت فيك ساحر هناك ولا قبضوا لهم ساحر؟ لا بعرفوا لك انا ولي صالح
لا بعرف لك انا وابويا الشيخ فلان، ما بعرف لك كلام زي ده. ساحر يضرب راسك طوالي، اقطعوا راسه. الان المجتمع ده بعاني معاناه ما تتخيل انت من فعل السحره ومن فعل المشعوذين. على اي حال، السوره فيها من شر النفاثات في العقد، الشر الثاني قال ومن شر حاسد اذا حسد. دي العين، والعين يا اخواننا نوعين، اما يكون نتيجه لحسد، زول شاف عليك نعمه من مال ولا صحه ولا اي شيء، ان شاء الله شاف صوتك سمح اي حاجه، لو جلابيتك سمحه بس ممكن تدوق عين كويس، انت تاني تكوس للعافيه اللي بتلبس بها جلابيه ما تلقاها. ده نتيجه لحسد، والحسد ان يكره نعمة الله عليك أو يحب تزول النعمة دي منك، حتى لو ما تجوه بس تزول منك. عشان كده ذكروا كما ذكر الدكتور رسلان حفظه الله تعالى في رواية عن موسى عليه السلام أنه وجد رجلا مغتما يبكي، زول مدنجر ومستاء جدا، قال ما بالك أنت مالك؟ قال بقرة جاري تحلب دلوين وبقرتي تحلب دلوا واحدا. وطيب داس زعل يا اخي، ما تحلب، ما الله اداه يا اخي. ربنا قال اهم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه. المشكله شنو يعني؟ كونه ده افضل منك في المال ولا في الجاه، شنو المشكله؟ زعلان بيبكي قال كيف بقر داك تحلب دلوين وبقرتانا تحلب دلو واحد؟ فقال له طيب ادعو الله او ادعو الله لك ان تحلب بقرتك دلوين وبقرة جارك دلوين كده تساوي ما في مشكله. قال زعلان قال لا لسه ما داير كده. طيب انت داير شنو بالضبط؟ قال ان تحلب بقرتك ثلاثة دلاء وبقرة جارك دلوين. قال لا. قال أربعة دلاء. قال لا. قال ماذا تريد إذن؟ أنت داري شنو بالضبط؟ قال لا يحلب ولا أحلب. بالله شوف الحسادة دي يا أخواننا، داير داك بقرته تجيب ساي وهو إن شاء الله ما يشرب ذاته، حسد. عشان كده ربنا قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أنت تحسد ليه؟ الله قسم كده، الله أراد كده. عشان كده الحسد يا اخواننا العلماء قالوا كما قال صاحب أضواء البيان أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض. في السماء إبليس حسد آدم أأسجد لمن خلقت طينا، وفي الأرض قابيل حسد هابيل قتله. أول ذنب خطر، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه الحالقة، لا أقول تحلق الرأس، مش بيحلق لك رأسك، قال تحلق الدين. أول ما بديت تحسد ليه ده كده وأنا ما عندي، وليه ده وأنا ما عندي. أنت يا أخي بتتدخل في قدر الله؟ تتدخل في أمر الله؟ سبحان الله، أغلب المشاكل التي تدور في الساحة اليوم من مشاكل دينية ومشاكل دنيوية سببها الحسد، والله الذي لا إله غيره. ناس الواحد ينصب لك العداء سنين ويروج فيك الأكاذيب والأقاويل وينطلق في البلاد يهجوك بشر ما عنده، السبب شنو؟ سبب إنه حسدك على النعمة اللي أداك لي الله، أنت تفوقت عليه بس. عشان كده الإنسان يستعيذ، قال من شر حاسد إذا حسد. طيب إذا علمت أن أحدا من الناس، إحنا ما دنينا العلاج يا أخواننا، حسيت أن زول ده نظر لك نظر حسد، طيب تعمل شنو؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ أن الإنسان يكبر ثلاثا، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كده بيزول الأثر بتاع الحسد عليك. تمام؟ إن حبوباتنا بقول لك
الله أكبر عليك لما نحس إن عندك حاجة كذا كلام قلت لك كلام ولا شيء يقول لك الله أكبر عليك. الكلمة دي عندها أصل في السنة، الإنسان يكبر ثلاثا لينجو من شر حاسد إذا حسد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، النوع الثاني من أنواع العين لا ينطلق من حسد، إنما ينطلق من نظرة إعجاب. يعني إنسان ينظر إليك أو أنت تنظر إليه نظرة إعجاب، ولا بأس أن يعجب الإنسان بما عند الآخر. إنسان عنده بيت جميل، عنده لبسة جميلة، سيارة جميلة، أعجبتك، ما في بأس في إنه يعجبك، ولا في بأس كونك تتمنى الله يديك زيه، ما في مشكلة، أتمنى ربنا يديك زيه إن كان نعمة خير يعني، ما في مشكلة. لكن أول ما أعجبت بشيء معين فبارك، قل اللهم بارك له، أو اللهم بارك، أو تبارك الله، ونحوها من العبارات اللي فيها دعوة له بالبركة. لأنه نظرة الإعجاب حتى لو ما فيها حسد، نظرة الإعجاب تضر، كويس؟ عشان كده الإنسان ممكن يصيب أبناءه، جناك ممكن تصيبه بعين وانت لا شك انه ما بتحسد جناك، لكن اعجبت به في شيء معين، طوال تبارك. لما جاء في موطأ الامام مالك من روايه محمد ابن ابي اسامه ابن سهل ابن حنيف او حنيف، سهل ابن حنيف كان جميلا، يوم من الايام صحابي جليل كان يغتسل، قال الراوي ابنه فتجرد من ثيابه، بقى بيغتسل كويس، قال فنظر إليه عامر ابن أبي ربيعة، ولا شك إنه ما حاسده، لكن نظر إليه نظرة إعجاب، فقال لم أرك اليوم قط ولا جلدا طيبا. نظر إلى جلده فإذا هو أبيض وجميل ومشرق، فقال لم أرك اليوم ولا جلدا طيبا ولا جلد عذراء. فقال الراوي فتوعك سهل ابن حنيف، مر الطوال في محله ديك. عشان كده يا اخواننا النظره دي خطيره، شفت اي حاجه عجبتك يا اخي بارك يا اخي، قول اللهم بارك، انت ضرت تضره ليه؟ فبلغ النبي عليه الصلاه والسلام فجاء الى عامر بن ابي ربيعه فتغيظ عليه. أول حاجة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هلا إذ رأيت ما رأيت باركت؟ على ما يقتل أحدكم أخاه، تقتل ليه أنت يا أخي؟ لأنه أنت عارف العين ممكن تقتل زول. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدخل الرجل القبر والبعير القدرة. بعير يضربوه عين يذبحوه يدخلوا الجدر طوالي، كويس؟ زول يضربوا عين لمن يموت. عشان كده قال على ما يقتل احدكم اخاه، قال اغتسل له. طيب طبعا دي سنه كثير من الناس ما يعرفها، هسه لو جيت عملتها في المجتمع الناس بيعاملوا لك ولك الناس زي الجنه ولك فلان ده جنه. اغتسل له، فغسل عامر بن ابي ربيعه يديه، اليدين لحد الرسغ، ووجهه ومرفقيه، وقسل ركبتيه وقدميه تحت، وقسل داخلة إزاره كلها في قدح واحد. ومن السنة القدح ما يوضع في الأرض، يكون فوق، شالينه فوق كده، يغسل الأشياء دي كلها، والموية بقية الغسل تنزل في القدح، وبعد ذلك تصب على المعيون من خلفه، يفجأ بها فجأة كده، قول له قبل كده، بعد ما يقبل في ظهره من وراء تكشح فيه المويه دي.
قال فقام سهل ابن حنيف كأنما نشط من عقال، كأنه كان مربط، قام شديد ما عنده أي حاجة. دي كده يا إخواننا علاج. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال من تتهمون، أنت حسيت بألم بتاع سحر أو عين كويس تتهمونه، اللي نظر لك نظرة أو علق تعليق عليك أنت تحس بأنه الزول ده جاب لي مشكلة، من تتهمون؟ قالوا نتهم عامر بن أبي ربيعة، قال مروه فليغتسل له أو فليتوضأ له. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. ما تمشي تتكبر تقول أنا ضربتك عين، أنا مالي مالك بحسدك على شنو أنت؟ أنت هسه زول بيحسدوك عليك الله وعندك شنو يحسدوك عليه؟ لا ما تنبذوا سايخ. زول قال لك اغتسل لي اغتسل له، بضرك بشنو أنت؟ الغسل ده بتبيعه بالقروش؟ اغتسل له يا أخي، ما في حاجة، ما تتحرج. قال وإذا استغسلتم فاغسلوا. طوال يغتسل له، خلي المويه دي يكشحها على ظهره، احتمال ربنا يشفيه بها. لذلك يا اخواننا مرض ان الانسان يرى ما يرى من النعمه وما يبارك مشكله. يا اخي شفت اي حاجه عجبتك قول اللهم بارك، ما تضر لك زول يا اخي، ما تاذي انسان. ده مرض الان في المجتمع بقى خطير جدا. هذا نوع من انواع العلاج. نوع اخر من انواع العلاج ما يخص السحر، انك تجد مكان السحر لو مربوط، ودائما السحر بيكون ربطه، بيكتبوا الجماعه دي تقال بيكتبوا منه، يقول لك ولي صالح، يقول لك والله الحجاب ده كتبوا لي ابويا الشيخ العارف بالله فلان. عارف بالله شنو؟ ده ساحر يا اخي، بلاش عارف بالله. غشوا المجتمع ولعبوا عليهم، عاملين فيها شيوخ بتاع دين، وفي النهايه هم سحره وبيكتبوا في الحجبات وضروا المجتمع ده كله، كل المجتمع ده ضروه. كويس، امشي اكتب السحر ودفنوه. واحد كلمني من الطلبه معانا قال لي انا ماشي بجنب المقابر، قال لي لقيت نسوان بيدفنوا في المقبره، خليتهم مشوا، جيت قال لي حفرت الحاجه بيدفنوا فيها، قال لي لقيت ضب الضب الواحد بتاعنا ده قافلينه في علبه، قافلينه قوي ودفنوا جوا. كويس، ومشوا فاتوا، قال لي جيت فكيته غمران داري يموت خلاص، قام جرى فات حي. انت عارف ده الساحر الدجال المجرم ده بيكون كاتب الزول ده انه الشيطان يقول له اول ما الضب ده يموت تقتل للزول البغادي ذاك. سحر ضرر اذى في المجتمع كله توصوا فيه ديل، عشان ما تتغشى. وانا بقول لك الكلام ده دي حقائق، وحقائق مره جنبنا بجايه قريب ولا بعيد. النسوان واقفين له بالصف، اكتب لي دي واكتب لي دي، ويبيع لهم بالقروش، سحر ودجل وشعوذه كله ولعب بالشريعه. والله ديل بس يوم اللي قبضوا واحد منهم اقطعوا راسه في ساحه كبيره ويجيبوه في التلفزيون، مقتل اول ساحر ودجال قبض عليه يكتب السحر، خليه قتل واحد. والله واحد منهم يمرق برا يمشي يشوف له شغله، امشي بيع طماطم في السوق يا اخي، امشي بيع ليمون في السوق، اتقاضى اجري حلال، تاكل بالشرك وبالضرر والعياذ بالله. السحر لو لقيت مكانه تحل العقد، اصلا لو لقيت سحر تحل العقد، وبعد ذاك تتلفه تمزقه وتجدعه خلاص كده بكون الزول اللي عمله السحر ده انتهى منه. لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم امشوا، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اراه السحر بتاعه في قعر بئر ذروان تحت صخره، خاتنه عاملينه اليهود تحت صخره. ارسل علي بن ابي طالب وعدد من الصحابه مشوا رفعوا الصخره واخذوا السحر، ولقوا المويه بتاعت البئر كانها نقاعه الحناء من الاثر بتاع السحر. جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، حل العقد واتلفوا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم. فنشط قال ووجد خفة في جسمه، لو لقيت السحر تتلفه، ما لقيته ترقي، رقية شرعية بالقرآن وبالسنة والأدعية. ما تمشي لواحد دجال يقول لك الرقية بتاعتنا وتعلينا نديك أوراق وبخرات تمشي تتبخر بيها، يديك ورقة والورقة تولعها في النار والدخان في نخريك ويكفلوك، شفت ببطانية وغمتوك، جماعة قويين جدا يغمتوك تحت كده، انت بتكون بتكورك من اثر الدخان. ذاك يقول لك الشيطان، الشيطان بكورك، يخدم الشيطان يا اخي، يخدم انا روحي دار تمرق يا اخي. لكن ده علاج سقيم وعلاج ما عنده علاقه بالسنه. كويس، ما تمشي لدل بيضيعوك، والله يضيعوك.
ممكن تموت انت تحت شيخ من الشيوخ ديل يغمتك كده تحت دخان. ليه يا اخي؟ العلاج بالسنه، رقيه بالسنه، تقرا المعوذتين، تقرا الفاتحه، تقرا ايه الكرسي، علاج بالنسبه لك. والقران شفاء، اقرا براك، ما قدرت زول يقرا لك. ومن استطاع ان ينفع اخاه فليفعل. اقرا القران، اقرب الناس لك زول بيعرف القران، امام المسجد، ما شرط محل معين. والمساله ما تجاره عشان تمشي طوال المراكز، يقول لك مركز التبيان للعلاج بالقران، ومركز الفرغان للعلاج بالقران، ده التجار سايدين ما تمشي لهم. ده التجار، الرقيه دعاء يا اخواننا، الدعاء ده داير له محل، يفتحوا له محل الدعاء. ابن تيميه قال: والرقيه نوع من انواع الدعاء. امشي لزول بتحسبه صادق بيحب لك الخير، خليه يرقي لك دعاء. تمشي فاتحين مراكز يقول لك الجلسه ب 50 جلسه عامه، وجلسه ب 150 جلسه خاصه، ويجيك بشنطه في البيت دي جلسه ب 300 جنيه. قال ده شنو ده؟ ده لعب، لعب بالدين. ما تمشي لديل، اي زول بتحسب فيه الخير لو اضطريت يرقيك. مطر براك، ارقي لنفسك بالمعوذتين بالفاتحه فهي شفاء. اسال الله تبارك وتعالى ان يعيذنا وجميع المسلمين من شرور الحاسدين ومن سحر الساحرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وقوم إلى الصلاة يرحمكم.